السلام عليكم أهزول في الأول، رانا في كارت الحمد لله في عين شنان. شوفوا ما شاء الله، شوفوا البركة في كارت، شوفوا كافي بليزيا كمان. هذه عين جنان، هذه السلام عليكم خويا تعطرك يسوس كوني بزاف هنا في ديار معروفه هنا يا تشرب منها باش تعاود ترجع فور كيما عين فوارة في الصيف كيما عين فوارة الله يبارك لك يشرب هنا يعاود يرجع الله يبارك تاع بلاصه شابه هنايا اي بلاصه فور هنايا ما شاء الله عليكم السلام تعطركم كي راكم دايرين بخير الله يسلمكم السلام عليكم يعطيكم الصحة بارك الله فيكم صباح يعطيكم الصحة صباح سمحوا لنا الروتار برك والله سمحوا لنا بس جيتو تفطروا ولا لا فطنا فطري لا جيتو دار الرحمة والله دار الرحمة الله يحفظكم يعطيكم الصحة والله راه تحلوا فينا بارك الله فيكم يعطيكم الصحة ان شاء الله من بعد العيد نعاودوها هنا ان شاء الله بحول الله للزوم الله يحفظكم يعطيكم الصحة بارك الله فيكم اي درنا شوية ان بيتي ستوريك هنايا هذه عندنا هنا في سونتر فيل بلاصه اللي معروفه بزاف هنا في كيرت الله يبارك هذه كاين بلاص كارنو لاري كارنو هنايا جي سمنا لاري بيجو صادير هذه البلايص هذو كاع البلايص تاع فرنسا هذو تاع فرنسا مي هذو هما تاع الجزائر اللي يخدموها ما شاء الله ما خدموا والو ما خدموا والو بور لاسكو هذه اللي كاين شابه في ديار في ديار هذا اللي عندنا شابه باينين باش نشوفوا الناس ما شاء الله مخدومه مليح هنايا هذا كاين هنايا ما شاء الله يا ودي هذاك بليزير صاحب طرف خويا هيا بك هذا لاباري بروفيسيونيل ما شاء الله ايوا ارتيست يا خو تحيه لنا سيارة يا هالي الزوم دابا نمروا البلاصه اللي تجيك الشابه ان شاء الله بارك الله فيك خويا يعطيك الصحه اللهم امين كيف الارتيست؟ على السيف كده لاباس الحمد لله صحاب طرفكم والله يعطيكم الصحه الله يحفظكم شوفوا لي زارتيست ما شاء الله الناس تيارد الشبيبه تاع تيارد تعرفوا بزاف في الالمان على بالكم الشيك فور روح الالمان ما شاء الله نسيبو عاود اي عاود عاود نورمال فلاش ولا بلا فلاش؟ ان شاء الله يعطيكم الصحه بارك الله فيكم اهلا واش راكم تعطركم يا شبيبه خير هيا الحمد لله الله يحفظكم يعطيكم الصحه هيا نشوفوا شوفوا لي ستوريك شوفوا كي شابات يا هذه هذه لا ليست الشهداء هذه البلاصه هذه لا ليست الشهداء الله يرحمهم ربي يرحمهم وانا شبك كذا هنا هذا شوف هنا التلفزيون ما يرفع هاك هذا الشن هنايا شوفوا صافي بيزا تقول انا في اوروبا هنايا اوروبا ما داروا لا في بورك تاع اوروبا كاع الخدمه تاع فرنسا صافي حنا ما زدناش حاجه لا الجزائريين يخدموا هذه لا لا دي زانجيريان كومير يا شبيبه يعطيهم الصحه ان شاء الله هذو تياتي هذو اللي يخدموها الله يبارك يخدموا مام يخدموا عين عين كارما جيست ا كوتي هنايا كاين كاين الله يبارك جمع منيح ما شاء الله اول عاصمه في المغرب العربي يعني عاصمه المغرب الكبير المغرب الكبير فوالا تفضل نشوفوا هذو الشهداء ربي يرحمهم السلام عليكم تعطركم واش راكم لاباس 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 الحمد لله الله يحفظك خويا والله يعطيك الصحه خويا الله يحفظك ربي يرحمهم كاع اللي تحاول يجي للبلاد هذه الاستقلال هذه تاع اليوم هما بعثوا كل ما فيها تحت المنطقه 40 سنه الله يرحمهم الله يرحمهم السلام عليكم واش راكم صحاب تركم كي راكم دايرين المستقبل تاع البلاد كي راكم معليش نصوروا في رحبه هيا مع بابا هيا انا نجي في الوسط انا نجي في الوسط وانتم قاعدوا كيما هكا صحيتو الله يحفظك الله يسجيكم ما شاء الله يسجيك تجي صاحب طرق خويا الله يحفظكم ما شاء الله هذا هادو هما الشهداء ربي يرحمهم قال لي ترى هنايا تاع تيارت فوالا شوفوا لا ليستي كبيره شوفوا شوفوا لا ليستي كبيره يا جماعه هادو كاع ضحوا بهالبلاد يكون فيها استقلال ايوي
نسيتها بيجي رشيد. وي خويا كاين هنايا اجي ندير لك على الايبان نشوفها كاع. شوفوا شحال، شوفوا شحال الشهداء ربي يرحمهم. على دو بتي سيكو انا باغي نشوفوا باللي لا ليست راهي طويله، راهي طويله، راهي طويله. السلام عليكم، صحاب تركم الشباب، واش راكم لاباس؟ بخير صحاب تركم. الله يسلمك، راكم دايرين؟ الله يسلمكم وبارك الله فيكم، يعطيكم الصحه لي جون. صحيتو على بكم بخير صحاب تركم. شبيبه يا خير الله ما شاء الله، تحيه الناس كارثه شبيبه. الله يحفظكم ويعطيكم الصحه، بارك الله فيكم، الله يستركم. صح عندكم هذه بلاصه شبه ما شاء الله. لا ما احنا كثير دايرين والله. الله يبارك، صافي بليزير. تقول انا في اوروبا هنايا، والله تقول انا في اوروبا، انا كي نشوف كيما نخلع نقول لكم الصح. والله ما شاء الله، الله يحفظكم ان شاء الله، يعطيكم الصحه. شكرا لكم، رانا معاك التاليه كاع، يعطيكم الصحه. صافي بليزير، الله يحفظكم ان شاء الله. صحيتو، شوفوا بعينيكم ما شاء الله، تقول راكم في اوروبا. والله راهي فور مزوج هذا انا ان شاء الله بربي تفوت رمضان بالصحه والسلام. ان شاء الله ان شاء الله كل جميع ان شاء الله، الله يحفظك خويا. بارك الله فيك، هذه كلمه شابه نستعرف بها خويا. بارك الله فيك، ان شاء الله بربي ترجع مليحه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله الشبيبه تاعك ان شاء الله ان شاء الله. ساي سي نيكاز ميرسي، الله يحفظك. الله ان شاء الله، الله يسلمك خويا. ساعه صورك. شوفوا شوفوا يا لي جزال الجزائريين، قول راكم في اوروبا، ما تقولوش كاع راكم في تيارك في الجزائر. حاجه اللي تفرح vraiment ça fait plaisir. Voilà, راكم في تيارت ما شاء الله. À la jeunesse ma chabiba. La fatkop. Mais vraiment c'est magnifique. C'est magnifique. Vraiment ça fait plaisir. دونك هذه كازينة صحة، يعني ما بغوش بلي الماء باطل للشعب. واه الماء باطل، يبغوك تشري قرعة سعيدة وما يبغوكش. كاينة حاجة اللي تشري الماء ما تعمرش الماء، بصح حنايا بالرجال اللي كانوا واقفين هنا والله يبارك تعمر الماء. الحمد لله انا شفت تحت شفت اللي يجي هنا، الناس من الورقلة، الناس من الغواط، الناس ما شاء الله اللي كيشربوا من تيارت بكري، كانوا اللي كيشربوا من الماء باش يروحوا، كيما عندهم عين فوار والله في تفاني، عندنا عين جنان الحمد لله، عندنا عين كرمة، كرمة الله يبارك. الحمد لله تيارت ان شاء الله بربي ثاني راهي مليحة ان شاء الله، بربي يكونوا فيها رجال ان شاء الله ان شاء الله. عاصمة الرسومين ما شاء الله، الله يرحمه علي معاشي، هذا معاشي، هذا معاشي، الله يبارك ما شاء الله، هذا معاشي، هذا معاشي، الله يبارك، الله يبارك. فرنسا كان يكتب الشعر وكاع، بويت كان يكتب كونتر كونتر فرنسا، كونتر الراسيزم اللي كانوا يديروه، كونتر الاستعمار دي فاسون جينيرال. قلت له هنايا شنقوه هنايا في لاباس كارلو جيست اكوتي، هنا ماشي بعيده، زهر مازالت مازالت كاينه، محمد جهلان، هو محمد جهلان وواحد ماشي ثلاث مجاهدين، ربي يرحمه، الله يبارك، الله يرحمه، الله يرحمه. وتيارت قدمت شحال شهداء بزاف للوطن، يعني شوفوا لا ليس شوفوا ما شاء الله، حتى في العشريه السوداء ضحات بزاف. الله رانا نشوفوا لا ليس فيها 42 بلديه، تيارت من اكبر الولايات في الوطن، 42 بلديه، الله يبارك. تعتبر هي كانت توكل اوروبا كامل من ناحيه القمح، منتوج القمح. كنا حنا ناكلوا سي فري، عندنا ثروه حيوانيه تقارب، كنا حنا ناكلوا فرنسا، تيارت وحدها كانت توكل فرنسا. فرنسا روح شوف، كل بلعوا لنا كل شيء، كل شيء باعوا. المشكل المشكل كل شيء باعوا، هو كل شيء باعوا، كل شيء راه مبيع. شكا مكان كل شيء مبيع، كل شيء مبيع. شكون اللي باع؟ باع كل شيء، هذو اللي الراسه كبيره هما اللي راهم دايرين المشاكل. فهمني خويا، حنا تيارتو نهضروا، حنا نهضروا ود بلاد و الله يبارك، تيارتي وجدي تيارتي وكاع تيارتي، الله يبارك. دروك تهضر على بلادك ما تهضرش على بلاد غيرك، نورمال عادي عادي. يبدلوا لك يبلعوا لك الماء، يقول لك ما تعمرش من عين جنان، من عين جنان من بكري، من وقت قبل ما تدخل علينا فرنسا
خاص تيرت بلاد الرسوميين يعني غار عاصمه الرسوميين فوالا فوالا لا كابيتال دو رسوميين كان الناس تعمر منا الماء بالعلماء عاود الحمد لله وقفنا وعلى الماء الناس راهي الناس قاعد تجي تشرف الماء عين في العين ورامي عجبتهم ذي البلاصه وكاع الناس راهي تجي خاطر هذه البلاصه ما شاء الله البلاصه هذه والله يعني شابو والله لا شابو ما شاء الله حاجه تفرح والله لا حاجه تفرح ما شاء الله حاجه تفرح يكبل الفكره تاعو معليش كاين واحد الراس هنايا تاع يسيل منها الماء وسطاني هذاك وسطاني جاي في الوسط من بعد فيه الميل هذاك قديم بزاف ذاك الراس تاع كي بلعوه الدواء بصح رحنا جبناه رحنا جبناه بلعوه الدواء وقفوا ولاد بلاد وجبناه اللي بغي يبلعوه مانيش علينا اللي ما يبغي يبلعوه قلنا لك يبلعوه خبروك علاه خبروك علاه واش تعرف علاه تفضل قلت لك تروح تشري قرعه ما يخليكش تشري تعمر الماء ما يخلوش يعني الماء تاع سيدي ربي ولا المشكل ربي سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى بارك هنايا وتروح تعمر الماء لا فان دي ميكات دي في دي ميسان حلوا الزين تاع الجدار هنايا هذه هي لا كوست تاع عين جنان على خاطرنا 2005 واش داروا 2005 حلوا الزين هنا تاع الجدار تاع الماء زين تاع الماء سي بور سا سي بور سا داروا كريا ما يقولهاش الجدار ما هنيش باش ما يبلعش الناس تشري واه الناس سافوت اهلا صحاب طارق خويا عليكم السلام يديرها صبا خير هيا الحمد لله الله يحفظك خويا والله رحمه ربي اللي عليكم زعفوا منك تاع تسمشيلت علاه ما زعفوش ما درتهمش في البروغرام لا بصح درت لهم مفاجاه رحت لهم ما شفتش ولا لا لا شت لا قلت لهم درت لكم مفاجاه شابخير وقلت لهم ما بعد العيد نعاود ان شاء الله الفطور ونديروا لك نوجدوا لك الفطور الله يحفظكم ان شاء الله والله الله يطرقكم يعطيكم الصحه خذ ورق عندي كاع الشهر هادي هي روحوا جانا تفادي ها الله يحفظكم شبيبه هذه تروح بارتو ان شاء الله شفتوا الله يبارك ما نتبالي مكلاسين بريمي في الحراقه شبيبه كاع انا تلقى الله يرحم تلقى بيه بارتو في فرنسا في بلجيكا في الالمان العقار اللي خونه في تيارد بدا العقار في تيارد لاعب غير الحق ربي يخلص منه ان شاء الله هيا بسم الله تفضل شكون هادي انا نعرف شدوا ولكن داو شكون هذو الناس شكون رجل اعمال جا من الارجي معروف راه عنده 40 سميه ها رجل اعمال معروف بلا ما نسموه علاه سميه 40 عقار في تيار سميه بالدليل سميه انا ما عنديش دليل انا راه ما عنديش دليل ما عندكش دليل ولكن اوكي ولكن تعرف ولكن تيرت العقار هنا حاجه ربي يرحمه سبحانه ربي يرحمه يدي العقار بغير حق في تيارت ربي يخلص منه ان شاء الله ان شاء الله خير ربي راه يشوف سبحانه ما يقول لك ماهيش عارف شيء ما كاش كاع اللي زعما يدي حاجه وما يشوفوش ده ما يشوفوش ده بصح راه وين راه يشوف سبحانه ماني سامح حتى الواحد انا اللي علاه راه يديروا الباطل كي معك في تيارت لماذا؟ علاه راه كاش رجال ما كاينش رجال الرجله ما كانت تبان ليا ما بقاتش غادي نشوفوا فيهم كاع مات وربي يرحمها ما مش محترمين ما مش محترمينهم هادو مش محترمينهم لا مش محترمين ماذا بينا الناس ماذا بينا احنا واحد يخرج تيارتي هنا ويوقف معانا شبيبه قاعد تبغي ولدك يحرق يموت لا ما تبغيهاش حتى واحد ما يبغيهاش كاش اللي يبغيها هذه في دارو كاع ما كاينش اللي يبغيها عندك هادو ما تحترمهمش هادو صح لازم يجب ان نحترمهم كاع لا كي رانا ندخلوا هنا الصباح نرحموا عليهم الله يرحمهم وسع عليهم والله نرحموا عليهم خاطر هذا هو هذا داروا ساعات جيت هذا مانيش عارف الله يجيب الخير وان شاء الله, شاء الله. تكون لنا حاجه زينه وهذه الهضره اللي رانا نهضروها باش بلادنا تولي مليحه ان شاء الله باش بلادنا تولي مليحه في 48 ولايه ان شاء الله ان شاء الله يا ربي واللي اللي ربي راهم بينه ربي يديره سبحان الله مناش راه يدخر استنى مرحبا بك الله يسلمك بك بارك الله فيك بخير ربي يتقبل ان شاء الله حفظك ان شاء الله لاباس بخير والله تخي بيان تيار مرحبا بك عندنا في تيار الله يسلمك خويا يعطيك الصحة غايب والله بروميير فوا تجي عندنا تيار لا لا ماشي بروميير فوا هذه خاطر جيت زوج تاع الصباح كنت نشوف واحد يخدم بلديه كان يتلاقي في البلاد قلت له يعطيك الصحة تاع لي زوم تاعي والله زوج تاع الصباح وبغيت نجي هذيك خاطر دولي إقامة جبرية غير قانونية بس قلت بلي تجي هنا ما كان لا حبل لا والو تجي تيارت ومن بعد ان شاء الله نعاود نجي تيارت ان شاء الله شرفنا مرحبا بك انا واحد من الناس كنت نتبع فيك ونتبع في لافاش تاعك ونتبع تبعت كاع لي بروسيدور تاعك كاع في الفوط من الاول حتى الاخر كاين دي زوبستاكل يديروهم لك هذه خدمتهم يبغوا يديروا ضغوطات كل هما ما يبغوش واحد يجي ضدهم وصح ما يبغيش واحد يكشفهم واحد يكشفهم بالدليل سي بور سا قلت لكم بصح سموهم هذو الناس راهم يديروا الباطل في تيارك سموهم قربان ان شاء الله باذن الله يدنا حاو كاع زيدوا النقاش كاع سي كاع يدنا حاو كاع كل واحد ما يبقى ما كاش
سات والويد يبدو 0-0 ان شاء الله 0-0 عاودوها 0-0 مرحبا بك الله يسلمك ان شاء الله بربي تيرت ان شاء الله تعيش خاص تيرت لا ما انا نبغيها تيرت انا ما شاء الله نبغيها ما شاء الله مرحبا بك وهذه بلاد اي ضيف اللي يجي يرحبوا به الحمد لله هاي نشوفوا راهي باينه ها راهي باينه انا نسوق هذا الانتخاب نديروك ضيف ومرحبا بك نورمال ها والله انا خاوه لا تعرف بيك والله تعرف بيك هذيك بتلحق لا لا نسوي هذه هذيك شابه انا الضيف عندنا مرحبا يعطيكم الصحه اللي بغى يرحب بيك صح احنا مهم نرحبوا احنا عقليتنا دايره كيما الله يحفظكم والله يحفظكم والله صافي بيجي شفتوا ولا تيارات ولا لا؟ هذه هما الجزائريين تاع الصح. عم طولكم صحيتوا. الله يحفظكم. هذه هضرة تاع الصح. السلام عليكم. خلوا سي رشيد يخدم خلوا يخدم. لا دخلوا في رعبة ليت فليت. خلوا يخدم. ليت فليت. مع الشبيبة إن شاء الله. خلوا يخدم. مع الشبيبة فوالا. كاين جديد بإذن الله فيها جديد. خلوا يخدم. خلوا يخدم. قلنا نعاودوا 0-0 ونروحوا كاع. ونعاودوا نسمحوا لهم. فوالا نبدوا على جديد. الدستور من عينك باش تترشح. الدستور. بصح نقول لك حاجه انا قلت لهم مفاجاه انا لا لا خطينا من هذيك المفاجاه لا 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 الاولى الاولى شوف تاع البرمي عندي برمي مخدوم في البلاد في 90 وكارطه الفوت من 94 يعني عندي دليل باللي عندي 29 سنه في الجزائر ما يقدروا يديروا لي والو بصح الدستور دروك راه مانعينك باش لا لا ما عندي حتى مشكل ما عندي حتى مشكل جو التعليمات برك من الجزائر قالوا ما تقبلوش بلي انت هذا ما كان ماشي حاجه قانونيه لا ماشي حاجه قانونيه هذه حاجه غير قانونيه كان ما عندي حتى مشكل بالنسبه للدستور عليكم السلام صحتكم كراكم بخير لاباس الحمد لله رايش كي داير لا الحمد لله انتم بخير الله يسلمكم راه عليك ذا شحال والله لا صاوي داروا لي تاع الاقامه جبريه على بالي سمحوا لي برك والله ما صار لي انا ونزيد نعاود بدل العيد ان شاء الله شنو كان في تيارت شفت خلوني انا في طاكسي ثاني جيت هذه والله استعرب بك بارك الله فيك صافي بليزير الحمد لله انت بخير رحمة ربي بليزير يبارتاجي الله يحفظك خويا اجي مع الولاد التيارت المستقبل اروح تيار اروح اروح يا ولد الجزائر تحضركم اجي نجي في الوسط اروح انا نجي في الوسط اروح انا نجي في الوسط وانتوما فوالا قعدوا معايا قعدوا معايا نشوفكم جزائر ها شوفوا هادو هما ولاد الجزائر مستقبل تاع البلاد رشيد هذا من اسمه رشيد رشيد ايه مرحبا بك تدولي رئيس ان شاء الله تا هو يا هيا شوف قدامك شوف شنو البروبليم تاع الباسبور تاعك ما بغوش يعاودوا تعرفش شنو هذولي قلبوا لي حراك في بلادي كيما راهم يديروا الحراكات تيرتيا في الالمان وفي فرنسا كارثه كارثه هو مازال حتى 2025 2025 بس عم بكاش لي باج فوالا لي باج ما تقولوا سي بور سا مازالت المافيا تحكم نورمال ما بدلوا حتى حاجه هنا يوتيوب اللي كلشي فيلم كلشي فيلم هذا البلاد فوالا شفتوا لا جونيس ولا لا لا جونيس تاع تيارت صافي بليزير مرحبا بكم الله يسلمكم هيا شوف بسم الله مرحبا خويا عليكم السلام وصحة فطوركم اجي نسلم عليكم كي راكم دايرين بخير الحمد لله انتم بخير والله رحمة ربي كي راك داير استاذ بخير لاباس الحمد لله لاباس صحة فطوركم والله الحمد لله الله يسلمكم ويعطيكم الصحة والله الحمد لله كي رانا معكم هنا في تيارت صافي بليزير والله شحال احنا فيها والله لا قرانا لك شحال والله اسمحوا لنا برك بصح ربي ما كنت دوكا راني معاكم ان شاء الله والله يحفظكم ويخدم من الخدمه جا الشيخ هذا نشد لك اي للزوم يا صاحب كي دايره بخير لاباس الحمد لله والله رحمه ربي وانت يا حلو تكسوش شفت ولا وكنت في جامد جامد اللي دي لا ميناس يبارك فيك خويا الله يحفظك خويا يعطيك الصحه كي جيت عند معاك يعطيكم الصحه كوراج بون كوتينيا يعطيك الصحه بارك الله فيك خويا الله يخلينا خدمه تجينا شوف والله استعربك ها شوفوا بعينيكم والله للزوم يا للزوم يا صحه الله يستركم شكرا لله عنك خويا لو قصتني هذا راشد الله يبارك عمر راشد بزاف هنايا الله يبارك كي راك داير لاباس بخير انت لي زوم انت ولا شوف يديك تفرجت ولا رايف ان شاء الله ايه نستعرف بك الله يحفظك والله الله يحفظك الله يحفظكم جاع والله رانا مع الناس تيارت والله صافي بليزير
احنا ما كاينش كاشير انا هذه تيارك والو والو الحمد لله ولا لي زب زعامه ما شاء الله والله صافي بليزير اللي عنده شي حاجه كاش حاجه يقدر يسقسيه نورمال بروفيتو لوكازيون باش تسقسو فوالا ومن بعد العيد راني راجع ان شاء الله فاسما في غون بليزير رشيد انا نسقسوك على بال تفضل لا سيتياسيون اكتويال تاع البلاد كيف راك تشوف فيها اليوم راكم تشوفوا باللي الجيش وراه قابض البلاد راه قابضها 100% ما كاين لا سياسه تاع دوكا راهي اوفيسيال راهي عيناني انا بالنسبه ليا الحل لازم نديرو حوار مع الجيش لازم نتفاهموا مع الجيش بعد نسيبوا حل سياسي ما كاين لا بن صالح لا بدوي لا حكومه لا والو اون ديريكت مع الجيش لو كان ما نديروش حوار مفتوح مع الجيش وبعد نسيبوا حل سياسي ما درنا فيها والو هكا كيتبان لي انايا احنا رانا عارفين دروك اكتيرمون رانا عارفين بلي لي سوليسيون الحلول لي سوليسيون ار سون دور دو لا كونستيتيسيون سي بور سولا كو جاي صالح راه شاد في لا كونستيتيسيون شاد اور كو لي سوليسيون راهم برا من لا كونستيتيسيون باسكو خارجين الدستور واه باسكو لا كونستيتيسيون اون ايل ميم كي ندارت او نيفو دي دو شامب au niveau de la PN et du Sénat. Donc, la PN et le Sénat, c'était FLNRND, il y avait quelques sièges des opposants. Bien oui, oui, une opposition qui m'a donné au service. ورانا عارفين بلي لي سوليسيون اي سون دور مي سامبلومون دروك لي كي راك تقول خارج الدستور يعني الحلول راك تقول بلي راك خارج الدستور وين اكزاكتومون وين وراك وين خارجين دروك دروك بالنسبه لك انت دروك حنايا اسكو نجمو دروك عندي انا دروك نجمو نروحو ديزيليكسيون مع لي والي هادو لا كاع مشاركين في لا فرو مستحيل دونك سي امبوسيبل صح نروحو مع لي شيف دايره هما اي سون بلي كونسيرني كو لي والي في ديزيليكسيون صح نجمو نروحو مع لي 542 شيف دايره امبوسيبل نروحو مع لي زابي سي اف ال ان ار ان دي لي ترافيكي تاع ترافيكا وكل شيء دونك سي امبوسيبل صح لا كوميسيون الكتورال منين كيفاش تندار ما كاش هي حبسوها كاع حبسوها كيفاش تندار اللجنه تاع دونك ودروك لي بريروغاتيف تاع بن صالح ما يعطيكش يدير كاع حاسوال ما يقدر يدير حتى حاجه ما يعطيك يدير حد دونك نروحو الحلول اي سون اون دور ديال لا كونستيتيسيون نخرجو من لا كونستيتيسيون باش نديرو حتى هي كي راهم يبانو لك كي راهم يبانو لك كي راهم يبانو لي دروك لالتيرناتيف قال راه الحراك يا موفمون بوبيلار دروك الحمد لله كيفاش نديرو باش نخرجو غير كوميسيون الكترال من الحراك كيفاش نديرو باش نجيبو دي تكنوقراط اللي ما عندهم كفاءات اللي عندهم كفاءات واللي ما عندهمش لي مان صال اللي ماهمش فاسدين اللي ما دخلوش كاع في الله باش او موا نجمو نديرو ان غوفرنمون دو ترانزيسيون لا ديسوليسيون تاع لي دو شامب اللي قال لا ديسوليسيون توتال يعني نحبسوا لا بي ان ومجلس الامه نحبسوهم سون انوتيل بور لو مومون ونديرو ان ما يمثلوا النظام السابق ونديرو ان كونسي دو ترانزيسيون un conseil de transition qui sera en 92 après le coup d'état de 92 un conseil de transition ثاني يطلع من الحراك ويطلع دي جون اللي ما عندهمش اليد في النظام كي دير بها تخير هذو الناس اللي خير اللي يمثلوا الحراك انتيتيدي اترافير لي 40 ولايه هذا مثال هنا رانا في تيار كي ديروا شاك ولايه مثلا شاك ولا شاك كوميل تعطينا دو ولا دو زيليم يا بارتير من هذو لي زيليم كي دير بتخيرهم هذو الزوج هذا كي دير الشعب رانا غدوه نخرجوا اليوم باغ اكزومبل انتم رانا في تيار شكون اللي بان هنا في تيار سا ديبون دارك نديرو كاين دي نديرو لي كوميتي د كارتي مثلا شاك كارتي في تيار نجيب لك مثلا اي حومه شاك كارتي شاك كارتي يعطينا ان اليمون ولا دو اليمون نلمدو انا لمدنا 20 اليمون سي لي 20 اليمون هذوك نخرجو بار واد فوت ولا ا ملوفي ولا نخرجو 5 ولا 3 بونوم
لي زوس الولايه لا ميم شوز لي سوليسيون كاينين دروك وعلى ما ديروهمش ما نديروهمش باسكو اكتيرمون علاه ما نديروهمش باسكو رانا خايفين كيفاش رانا خايفين دونك نقول لك كيفاش رانا خايفين مازال الخوف لا رانا خايفين ماشي الخوف ماشي الخوف كيما راك تشوفوا في راسك الخوف تاعنا اللي رانا خايفين وكيفاش رانا خايفين دروك نخرجوا لي زيليمون هذو سيرفا ولا طرا هذو اللي مثلوا الولايه واه هذو اللي نخرجوهم بون السلام عليكم سلام دارك صافي طول حظك خويا يعطيك الصحه بليزير بارطاجي يعطيك الصحه اهلا مرحبا بك كي داير الحمد لله الله يحفظكم والله يعطيكم الصحه بارك الله فيكم الله يستركم خويا يعطيكم الصحه اقعدوا معنا هكا اترافير لي زيليمو هادو تخافي كورومبو لك وحوت في وسطهم يعني ما ديروش الثقه هادو الناس اللي تخيروهم ماشي ماشي الثقه في الناس سي بوسيبل يشروهم يشروهم فاسيلمون شكون يشريهم؟ يشريهم النظام شكون يشريهم باش واحد ما تخيروش واحد كما قال لك فلان فقاقير خيروا الناس اللي عندهم شويه دراهم هكاك ما يشروهمش ما تكش تعرف سي 40 ولا لابد يفوتوا لك لابد يفوتوا لك دي بروديغاليس هذه انت ما غاديش نجيو كاع كيف كيف انتوما تعرفوا هذو الناس انتوما ولاد المنطقه ما تكش تعرفوا اللي واحد اللي ما يشروش واحد خاصو لوجمون تورم بلوجمون يشرب لا بصح ما يديروش واحد اللي ما عنده والو 8000 ما تقدرش تعرف راهي 100000 استراتيجيه مع الموفمون تاع العروش تاع العروش العروش لا ميم شوز كيما القبيله صح صح خدعوهم خدعوهم لا ميم شوز سي بوسيون قلنا نخدموا لي شوز ميرير اونكور زيد شحال زيدوا عام عامين ثلاثة أربعة خمسة شحال فينيسيو ولا خمس سنين ما داروا فيها والو يا جماعة لو طون بريس لو طون بريس دروك سيني با لا ميم شوز مي سامبلومون نخلوا لي شوز شحال أبوبخي شحال بان الناس تفهم سيبا دروك حنايا رانا أنا على وجهة نظري فيها أنا راني نقول لا ترونزيسيون أو موان تقعد يوناني دمي دوز عام ونص عامين عامين لا ترونزيسيون دونك حنايا أو موان سي موا ولا بانوا جدور وحنا مليح دونك ست شهور كيما هاك كل جمعة نعرفوا بعضنا بعض نعرفوا لي 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 فاسد لي ماش فاسد باسكو يفوتوا لك في الوسط لازون فير هذه النظام تاعنا صعيب على بالكم بيان سور كو صعيب صعيب بزاف مازال ما خبرتنيش على لا فيزيون تاعك ايوا لا فيزيون تاعك دروك انا نعطيكم نظرة تاعي هذه نظرة يعني شخصية كمواطن برك هذا ما كان انا راني نشوف بلي الجيش ورا قابل كل شيء اليوم راكم تشوفوا ما من العاد تاع دوكا راهي عيناني دوكا راكم تشوفوا بلي العداله اليوم شقال قالوا بلي ويحيى سلال بن يونس ويا ريحه ماشي العداله اللي دارتها الجيش هو عيط تليفون قال لي حبس هذو كاع الناس والله الله يسلمكم والله بارك الله فيكم ويا فيك تريجي والله نعطيكم نظره تاعي الجيش راه قابل كل شيء دونك كي راه قابل لازم يقدم على بالكم لي عبد القادر بن صالح الدستور الجزائري ما يساعدوش باش يولي رئيس باسكو هو كان عنده جنسيه غربيه فوالا يعطيكم الصحه يعني يعطيك الصحه كيما القالب تاعك بارك الله فيك دونك يعني باللي الدستور ديجا ماهمش يحترموا راهم يعفسوا عليه انا اللي باغي كيما قلت يا استاذ نخرجوا كاع من الدستور قايد صالح اليوم راه قابض العسكر وراه قابض كل شيء اليوم قال بوتفليقه يخرج بوتفليقه خرج قال باللي مجلس دستوري يقول باللي بوتفليقه راه مريض قال لك مجلس دستوري سي بون يعني اليوم على بالنا باللي المؤسسه العسكريه هي اللي تحكم في البلاد نبغوا ولا نكرهوا هذه حاجه راهي باينه هذه متفقين عليها بارك الله فيك انا النظره تاعي قايد صلاح يديها 6 شهور مده 6 شهور سمعتك قلتها يعطيك الصحه يعطي ضمانات باه يعدلوا الدستور مع المعارضه السياسيه باه ينظم انتخابات من هاك 6 شهور ان شاء الله وشكون اللي يحمي الصندوق الجنود والشعب كيفاش يديها اش هذا كنقول لك كنقول لك ومن بعد هذا 6 شهور هو لازم ما يترشحش سير كال باز يكون رئيس اوكين باز بارك الله فيك يكون لا لا جيش جيش ماشي بن صالح قايد صالح قايد صالح يا جماعه ما كان لا دستور لا والو شفتوا ست بنات ضمانات يا رشيد كيفاش نديروا معاهم كيفاش دير ضمانات مع لازم ديروا حوار مع الجيش لازم ديروا حوار مع الجيش نتفاهموا تفضل وي كي راك تقولي للمعارضه المعارضة سياسية اللي باينة اللي باينة ما كاينش سي بوسولا راني نقول لك حنا رانا خايفين باسكو المعارضة في روحها يعدلوا الدستور ماشي يحكموا اللي كوروبي المعارضة اللي يكون مجلس السيد يخرج من الحيرات من الشعب من المعارضة في روحها اللي كوروبي وين راهي المعارضة بين غير حاجة بين نقولها تفضل تفضل دونك اون اسوسياسيون ناسيونال ولا ان بارتي بوليتيك كي فينونسي بار ليتا باسكو عندنا في الجزائر مي رانا لي بارتي بوليتيك ما يتمشاوش بلي كوتيزاسيون تاع لي زاديرون ولا تاع لي ميليتون الدولة هي تخلص سي ليتا كيفاش دونك صاري لهم
لي بارتي بوليتيك صار لهم كي السحار اللي دار في عمر اللي دار عمره في اللي دار عمره في وعل غير قبضوا ذاك الوعل يجيبوه يبدا راه قابضك كاع لوبوزيسيون راهي مغموضه سي تي امبوسيبل كاع مسلمي وكاع مكتفين كاع مكتفين هاني معاك بصح ما بتخدم ما بتخدم نخدموا مع الحراك دروك يا موفمون الي ني حراك هو يفوطي هو اللي يفوطي من بعد 6 اشهر ان شاء الله نخرجوا منه باسكو انا في نظريتي انايا هذو لي زاسوسياسيون وهذا لي بارتي بوليتيك سي غادي يسود كاع كلشي يتحل ونعاودو من جديد مع من تخدم نخدمو مع من نيغوسيو مع من نيغوسيو مع الحراك اللي راه الناس الحراك ما راهش باغي مماثلين تاخذو بادير ما يمسش روحو الحراك يبغي يمسر روحو السلام عليكم عليكم السلام صح رمضان صح فطورك تخي تخي بيا وكيا بخير الله يسلمك بارك الله فيك قول معايا قول معايا قول معايا لا تفضل 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 حوار مفتوح الله يحفظك يعطيك الصحة بارك الله فيكم بارك الله فيكم Et bravo pour votre bravoure, monsieur, et pour votre sincérité. Wallah al-Azim, je le dis du fond du cœur. En plus de ça, vous êtes un homme d'État et de droit. Et j'en suis bien convaincu. Bravo, monsieur. Allah yahfazek wa barak Allah fik. Merci pour votre témoignage. Merci beaucoup. Oui. En direct. Tafadhal khaya. باش تايا تريبوندي على روحك خلي ريبوندو عليك لا لا ريبوندي ليك نورمال انا ديمقراطي اخويا تفضل بس سقسيك حنا كنا نبغوك بزاف بزاف باسكو تايا رانا شفناك درت بارتو تبي امريكان لي زيتازيني طوكيو شفناك بارتو صح بون تا كي رشح درت مرشح باسمك كيف درت الميكانيسيان هذه هاكو تجاوبك هاكو تجاوبك هذه تو خذناها لك كيما كندير ميكانيسيان بيلوت تاع طياره علاش علاش جاوبك جاوبك خلي سهل علاش لا جاوبك تسمى بليسيت قال ما سارت جاوبك جاوبك علاش خليه يهضر خليه يجاوب اون ديريكت فاس ا فاس اجا شوف الضون بلا قال ولاية تسقسوا لا كيسيون معليش معليش نعاودها نعاودها تي ار تي بي ومدري ان شاء الله ان شاء الله خطره واحد يسقسيني نجاوب الف خطره خلي السؤال ونروح لا 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 قعد معنا شوف شوف جاوبك اون ديريكت كل من الاستمارات على بالك باللي الاستمارات شو مكتوب فيهم مكتوب فيهم نكاد رشد رشد فوالا مش مكتوب مش فيد يعني مش ماشي يعني على فان تكتب اسماء وذكر هذه امبوسيبل انا كي داروا لي تحت اقامه جبريه كي خرج من تيجي وزو على بالك باللي حبسوني داروا لي تحت اقامه جبريه غير قانونيه في الدوار تاعي 10 ايام قبل الموعد مع المجلس الدستوري انا حنا فهمت باللي ما يخلونهاش اللي داوك هذوك جماعه الطرطاق ماشي تاع الجيش بدوي 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 وزير داخلية سي بور سا ما عنديش فيه ثقة انا وزير داخلية اللي يحبسك في لوتوروت ويدير لك تحت الإقامة الجبرية غير قانونية في الدوار تاعك وانا مترشح انتخابات هذه على بالكم ما تخش كاع في الراس جامي داروها في العالم ضربة هذه كي كان عندي موعد في المجلس السوري لو 4 مارس حتى جماعة حتى جماعة جات للدوار جات لي اسكورت 130 طوموبيل باه خرجوني من الدوار باه قدرنا نروحوا للمجلس السوري كي وصلت المجلس السوري وسرا قالوا لي بلي جاونا التعليمات ما قبلوش الملف تاعك والدستور واش يقول؟ يقول بلي يقبلوا الملف تاعي ويدرسوا 10 ايام ومن بعد 10 ايام يجاوبوا يقولوا هذاك الملف قبلوه ولا ما قبلوش يعني داروا حاجه غير قانونيه انا كي قالوا لي بلي ما قبلوش الملف تاعي وداروا كيف كيف مع مهدي غالي ثم درت اجا واش درت؟ انا فين انا وجدت 10 ايام قبل الملف تاع ولد عمي لماذا ولد عمي؟ باسكو ولد عمي يسمونه كاز رشيد هذا مكان كنت جا بيلوت كنت درتو كنت جا مدير بانكا كنت درتو صحاب نسقسيك تعال المكافآت انت بالحكم اجا شو اجا بدفع مليح هذوك الاستمارات لازم نسيب واحد اللي يسمونه كاز رشيد سينو ما نقدرش نقدم البلاد كيف يفوت كي دير تا كي يفوت اجا جاوبك الاستراتيجيه تاعنا واش هي لو كان داها لو كان داها كون هذاك النهار كي ديها نديرو منصب نائب الرئيس فيس بريزيدون انا نولي نائب الرئيس هو ديميسيوني ساحب ونولي رئيس في نهار برك هذا مكان بوتين دارها اردوغان دارها شاهي دونفون هذا شاهي دونفون شاهي دونفون هذا الوغ دونك تجاوبك بالتاريخ تاع البلاد معليش حنا ماناش كونترك معليش خويا من حقك باش يمكن العذر غومض حنا على بالنا باللي السيستم دروك راه يتبدل بطريقه البيار يعطيك راه بن صلاح هو لا بلونش
قايد صالح راه هو لانوار والاخرين راهم في التريونغ تاع لي بال قاع يدخلوا سي امبوسيبل باش تبدل السيستم ما تكونش عندك ان بويسون قوه كيما نقولوا ما تعرفش الحركه امبوسيبل باش نغيروا الحكم حنا امبوسيبل يعطيك صحه مي نقعدوا كيما قال لك في الفيسبوك 9999 جمعوا ما نبدلوهم يعطيك صحه كيما في جولا 5 سنين ما داروا فيها والو لا كارتوج صاي الناس تتفركت باينه كاع الجزائريين هادو قليل فيهم الشجعان ضروا كاين كاس الرصاص الناس هي تخرج الحمد لله ايه لو فاندو ها من اللي خرجوا الفاندو حاجي مليح الله يبارك فيك واقيلا 90 واحد ولا الحمد لله بريرهم يهضروا هذا عمي قادة نورمالمون كون جات الدنيا دنيا كرة مينيستر الله يبارك بارمي لي بريمي كرة مينيستر الفاندو تلاقيته الله يبارك الله يبارك هذه حاجة تحمم ولي دوك تجاوبك كاين ناس جورناليست والله سام سيتوان يا خويا بالحق خويا هضر على روحك والله سام سيتوان الله يبارك خويا راني مندسي ولا حاجة لا لا خويا شوف الله يبارك خويا انا فاني سام سيتويان كيما كاع الناس راه معنايا كاع سام سيتويان دروك راك تشكي لي كاع الحمد لله راني دور نورمال عادي انا حرك الحرك شوف حرك ولا ما حركش انا على قصدي هنا في الجزائر ماشي في الخارج حبك حبك اير شتك تخدم طريطريبيا هنا في الجزائر راك ليبل الحمد لله دوك راني ليه تما خدموا لي لا باسبور لا برمي مات لي 2014 لا اقامه لا كارطه تاع الفوت لا اعتماد الحزب ما بغوش يخدموا لي حتى كار بصح انت اللي تخرج باسبور دروك معناها انت راك محترف لهذه الحكومه غير شرعيه انا ماني جزائري ولا كذا كاع رانا جزائريين بصح كل شيء راه ستوب حتى نديروا الفوت تاعنا باش نولوا ليكال دروك بصح البرمي كي دي بان سوق برمي برمي سوق بليسي باسي راك تقول انا جزائري يا اخي بصح ما بغوش يعاودوا لي برمي اللي مات لي 2014 يمشي بليسي باسي ما كاين لا سي بي سي لا والو ما بغوش كاع يستعرفوا محقرين كاع الدرجه صافي طورو الله يسلمك بيان فيني فيكم سي فو نوبليو با كو فوز سي فو الله يحفظك خويا صح جا جاوبك انا نامن كفاءات جاوبني جاوبني غير جاوبك كاين كفاءات الناس عندهم كفاءات في هذه البلاد ولازم نخدموا معاهم ان شاء الله ان شاء الله في حول الله ان شاء الله الله يحفظك خويا والله عجبتني التورج ل انتر اكستر لازم الله يحفظك بصح اشتهي النظره تاعك في الجيش كيف تشوف فيها قلت لك انا شوف انا الا بغيت تربي حل واحد نت اساب بالنسبه ليا سيغا صالح يديها 6 شهور يعدل الدستور مع المعارضه السياسيه ينظم انتخابات مع الجنود ومع الشعب الجزائري ومن بعد 6 شهور هو ما يترشحش واي واحد يبغي يترشح مرحبا به والشعب هو اللي خير رئيس تجاه بدوي بن صالح انا مش طايب لا لازم يخرجوا هذاك لا لازم يخرجوا هذاك ما تقدرش ما كلا كوست لا دستور لا والو حنا كنا ما كلا دستور لا والو رشيد نكاس كيما بغيتو كيما بغيتو كيفاش منه هكا كيفاش انا رايحين نديرو باش شوف 4 جويي نديرو مقاطعه هنايا ما تقدرش نشارك انتخابات مع بدوي اللي زور 6 ملايين استمارات مع الاسم الرئيس حاجه باينه امبوسيبل هذه نهار اللي بدوي بصراحه يخرجوا افيك غون بليزير نترشحوا ان شاء الله ان شاء الله لازم نكونوا صابرين وي خلونا نورمال نورمال ما كان حتى مشكل ما حتى مشكل ماشي راني انا متعصب للراي تاعي ولا انا الشخصيه تاعي قنعتني سبحان الله من عند ربي نعرف انسان كي يكون على صح سينسير فوالا انا بنادم باش تفهم تاع الناس يعطيك الصحه الا ما ترشحش ما ترشحش انت مانيش راح نفوت لا اي واحد واحد شوف بدوي بن صالح يخرج نترشح نورمال عادي ان شاء الله بس عطوك يقعدوا ولا ما ترشح وانا هنا نعاونوك في ولايتي بارك الله فيك نعاونوك في وجه الله يعطيكم الصحه الله يطول عمرك ان شاء الله مرحبا بك 100 فوا بارك الله فيكم يعطيك الصحه مسيو نكاس عاود توليت لك مرحبا بك مرحبا بك في تيارت ربي يحفظك ان شاء الله تكلمت على لي زيليكسيون دروك وي دونك ديجا في بارلي قلت بلي كوم كوا كي يجيو بدور واحهم بدوي بن صالح توت افي اللي بغى يترشح يترشح نعم مو جو كونفيرم وي باش نقول لك اللي بغى اون لوكورونس فو ان شاء الله احنا باغينك نتايا سانسيرمون مو جو لو دي دو فون دو كور دونك انا باغينك رايك الله يحفظك جي كومبري بو بوتفليقه وانا نسيني كيف بغينك انت تترشح ان شاء الله كيما قال لك احنا ولاد تيارت انا راني ام تيارت الله يبارك دونك سي سلمك رانا معاك يعطيكم الصحه صافي بليزير حاجه اللي تفرح ويعطيكم الصحه الله يستركم ميرسي بوكو بو فوت كونفيونس شكرا على الثقه اللي راكي ديريها فيها ان شاء الله الله يحفظك الله يحفظك ميرسي بوكو الله يحفظك وصحه تحرك ان شاء الله ان شاء الله ميرسي بوكو دونك جوبك تا قلت لي باللي سي ان جو دونفون شاو دونك نجاوبك بالتاريخ تاع بلادنا في 96 ويحيى في الوقت زروال عدل الدستور لماذا عدل الدستور؟ عدل الدستور باش الشيخ محفوظ نحلح اللي كان ربي يرحمه رئيس حماس ما يقدرش يترشح واش داروا؟ زادوا واحد الماده
مادة 73 واش تقول هذه المادة باللي أي واحد يبغى يترشح لازم يبين الشهادة باللي كان مجاهد في الوقت الثورة وهم على بالهم باللي الشيخ محفوظ نعطى ما كانش مجاهد مش كاع الناس كانوا مجاهدين والشيخ محفوظ نحلة في الانتخابات 95 ربح 25% وكاع الناس كانت على بالها باللي الانتخابات اللي كانوا جايين تاع 99 اللي ترشح فيهم بوتفليقة باللي هو يديها يعني داروا واحد العرسة. السلام عليكم. صحة طولك خويا. الحمد لله الله يحفظك خويا. يعطيك الصحة. ماذا بيا هذا الصغير؟ ماذا بيك لي كوتيزاسيون تاع عليها تجيبهم للشبيبة هنا؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. الله يحفظك. يعني كاع الناس كانت على بالها باللي الشيخ محفوظ نحن ربي يرحمه في 99 هو اللي ربح انتخابات. ويحيى دار هذا المادة باه الشيخ محفوظ نحن ربي يرحمه ما يقدرش يترشح. وهذا ويحيى دار نفس الشيء. في 2016 كي عدل الدستور كي يعني بغى يمنع لي بترشح هو ما كانش على باله باللي البرمي تاعي مخدوم في البلاد في 90 وكانت تربط انا عمري ما فوتيت في الخارج باللي 94 وانا نفوتي في الجزائر يعني ما كانش على باله هذا الحفايس هادو يعني انايا كي سمعت باللي داروا تحت اقامه جبريه غير قانونيه وقالوا لي في المجلس الدستوري باللي ما يقبلوش الملف تاعي انا فهمتها باللي هذو الناس بغاو يديروا لي كيما الشيخ محفوظ نحلاح ومحفوظ نحلاح مسكين الله يرحمه قال لهم لا غالب انا ما نقولش لا غالب انا كي تشوف باللي شبيبه الجزائريه في 48 ولايه دير فيها ثقه ونخرج يعطيكم يعطيك الصحه انا في ولايه يرد جمعنا في 48 بلديه الاستمارات الله يبارك ويعطيكم الصحه ما كناش راح نتقبلوا باش السي رشيد يخرج يقول لنا سمحوا لي ما قدرتش فوالا كان لي هو ديفوندي علينا وهو اللي يوصلنا صوتنا يعطيك الصحه ما نقدرش باسكو واش يقول الشعب الجزائري يقول نكاز رشيد ما يقدرش هذه لا مافيا هذه كما قالوا لي في 2014 الشعب واش قال كما داروا لي ضربات على مجلس سوريا قالوا بلي نكاز رشيد هي هو ما يعرفلهمش وما يقدرلهمش هذه لا مافيا انا درست بزاف واش داروا هذه لا مافيا تاع 40 سراق وعلى وجد كاع الدوسيات تاعهم على هذا الشيء دات البلان بي هذا البلان بي انتوما خفتوا بلي هذا ولد عمي على نهار بركي وري رئيس خفتوا منه وفهمتكم في الله صح هكا لا ريبوبليك ترجع لعبها ولا لا خويا انا ماهيش لعب فهمت خويا ماشي لعب خويا فهمتك انا قلت لك باش راسي خاضر ماهوش لعب شوف من 2012 كان كادر بانانيير وما صراتش لا خويا زيد فهمت الاستراتيجي تاعنا فهمتكم بلي اي ولي رئيس نهار برك نديرو منصب تاع نائب الرئيس انا نولي نائب الرئيس هو يسحب ونولي رئيس على نهار خفتو منو نهار خفتو منو يا جماعه وعندكم كادر سبع سنين وانتم تشوفوا كادر وتصفقوا له نهار خفتو لا لي جاوبك انا جاوبك ما يهمناش تفضل خويا لو باسي باسي ما يهمناش سيتا لو باسي سيتا ليو دو ريفيرونس سي ني با ليو دو ريزيدون دروك اكتيلمون رانا في سيتياسيون رانا في وضع صح رانا في وضع اللي راه دين اللي رانا دوبوي دو 22 بدا في الجمعة رانا برا الحمد لله سا بري دو لومبلير الحمد لله دات طريق واحد اخرى اليوم راني شكيش اليوم انا شويه الدعوه راهي تبان لي بلي دروك الالتيرناتيف لا كي راهي تبان لك الدعوه اليوم كي راهي بانت لي دونك وين 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 اني نشوف سيسيزاسيون دو لالجيري راهي تبان لي كيما هكا تاع سيسي ما عندوش 82 سنه مي راهي تبان لي كيما هكا باسكو دروك وين يخرجوا لك وين يخرجوا ناس باسكو لي سلوغون تاع الجمعه اللي فات تيبري لانستيسيون ميليتير المؤسسه العسكريه ماناش ضد المؤسسه حنايا بيرسونيلمون ني با كونتر انا ديجا درت ان انترفيو مع خويا باسكو الله يبارك ال 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 القايد صالح استعمل عنده باللونغاج سيتادير فهمنا وين 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 كي تشوفوا يخرج كاين وين يقول لك هاو ديال الارتيكل 78 نطبقوا 78 بدل 87 87 بصح حنا رانا قاعدين في 102 مازال رانا في 102 78 ورا ماشي بان سيت الشاب هو اللي خير الرئيس رانا غير فيه ودروك غير في في بوتفليقه كي دار التمديد كان يحوس على يوناني ولا دروك دروك قلعنا بوتفليقه درنا بن صلاح بصح رانا 80 ديجور نقصنا المدة قعدنا في 80 دي جور بصح رانا قاعدين في 102 ما خرجناش من 102 مازال دونك هنا وين راه سي تيرليس دونك وين رانا رايحين دونك رانا نتمشوا سا سفو نميل اغوش اغوش سافو با دير سوسياليزم هيا فهمنا شو اغوش بالنسبه لك انت سا سفو نطيح اغوش نروح فير لا فيولونس كوم سا سفو نقعد في الميليو باسكو يا سيسبانس
رانا سيسبنس تاع الفريد هيتشكوك رانا فيه رانا فيه فيلم يعني راك تقول رانا بيان سور يعني غران سيسبنس بور لو مومون جوسكا بريزون لا لين بوليتيك ماهيش باينه بورتو رانا كاع جزائريين كيف ما قدرناش نتفاهموا باش نسيبوا حلول بانابا ها المشكل راه هنا باسكو دروك لو بوفوار دو بوفوار دو كي تسمع لو لونغاج تاع لو بوفوار على لو بوفوار تاع العسكر قال صالح شي غايقول غايقول نقعدوا في لا كونستيتيسيون بالنسبه للانتخابات على 4 جويليه نقعد في لا هو على باله بلي ما يكونوش انتخابات وعلى باله بها نقعدوا في لا كونستيتيسيون اون كو لي سوليسيون راهم اون دور دو لا كونستيتيسيون باسكو لا كونستيتيسيون هادي كي ندارت رانا مقبله راني نعاودها ندارت دي سور ميزور لا ميور كونستيتيسيون اللي ندارت في الجزائر من 62 حتى ضربت في لا كونستيتيسيون دو 80 سي لا ميور سا فو با دير هي المليحه مي هي المليحه بار رابور كاع اللي ندير من بعد اللي نديرو من بعد اللي نديرو من بعد مي سامبلومون دروك اكتيرمون دروك وين رانا رايحين هذه هي المشكل دونك لو سول موان هو لو ديالوغ مع العسكر ما بيان سور يا تكسا كومون ديالوغي كومون ديالوغي كومون ديالوغي مي اون دور دو 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 دي بارتي بوليتيك باسكو لي بارتي بوليتيك اي نو ريبريزونت كو ميم دروك القضيه راهي في راهي في الشارع راه في بلاد الحراك رانا في 48 ولايه اللي راهي تخرج صح لازم نديرو كيما قلت انت جيستومون لازم كل ولايه سي بالناس اللي يمثلوا الشعب في كل ولايه باين شخصي انا اللي نشوفه وراني قاب الطريق ما نعرفهاش ما نعرفش الطريق ونشوف وين بيس منا ونشوف لو بودرو نتبع لا بيس ولا نروح مع الكودرو نروح مع الكودرو تاع الكودرو بالنسبه لك شاور الكودرو لو كودرو هما يفو يفو دري كي باريس يديروا لنا باليزاسيون بانتيكو نقبلوا الشعب هو اللي يخير المنتخب بصح هما ينون با باليزي رانا قاعدين غير نقعدوا في لا كونستيتيسيون كيفاش دير شوف لو كان الشعب لو كان الشعب يقدر يتفهم مع روحه ويشوف الناس اللي مثلوه في كل ولايه بالسيف عليهم اللي يديروا حوار معاه هما كون سي كاين غير حاجه وحده كون غير في الحكومه شو لاستيس وين دايره لاستيس كي بغاو يقلعوا بوتوليك باسكو هاد لو بوفوار الجيريا سي تي بوفوار كي تري ريجي بيان سور تري ريجي 62 ودير يمشي بالحيله اللي تري ريجي اللي تري ريجي اش يديروا خلاو بوتوليك داير لنا الحكومه قالوا له يا صب تربح خاطرش بصلاح ما يديكش على الحكومه صح دي بار كونتر ينومي في ديوالي ينا با لو درو دو فار شفت ولا لا حاجه غير دستوريه وغير قانونيه دونك ومن بعد يقول لك نروحوا للدستور دونك سي با نورمال شوف لا ريزوار راهي راك شوف لي سون تري ريز والشعب واش حيدنا حنايا رانا لا ريز حنايا نديروا لا ريز بيان سور رانا مي ريز كيفاش نقولوا ديمقراطيه ديمقراطيه لي ان بو ديمقراطيك مليحه مي سامبلومون هما دروك يبوف ils peuvent faire un gouvernement de technocrates. Ah, عندهم d'après هذاك le gouvernement de technocrates, هو اللي il peut organiser le dialogue مع حاجه مليحه هذه لا ينجم حاجه مليحه لو كنت تكون مع الناس عندهم كفاءه حاجه مليحه سي ا بارتير دو لا وين ينجموا بصح كيما هكا ورانا راك انت تقول كي تحوس لي اورانيزي روحي انا وانت تقول لي نقعد في لا كونستيتيسيون هذه الهضره تاع الدستور على بالك ا بارتير دو 19 تحبس باسكو 19 اي واحد يبغي يترشح هذا هو النهار التالي على بالكم بها 19 ان شاء الله هو النهار التالي اللي بغي يترشح دروك سي با بوسيبل دروك حنايا استناو ما بقاش بزاف جزائر حتى في برك حنا زوج خاوه حنا دوك نعطيك غير تي تيكزوم تاعنا تاع الشعب تاعنا تاع الطريق انا ماني خارج لا من الجامعه لا والو انا بولون يا ودي رانا كاع ولاد الدوار كاع رانا كاع ولاد الدوار الله يبارك الله يبارك عندنا دار عندنا دار وانا وياك خاوه مزوجين في زوج مزوجين انت مزوج الله يبارك وعندنا بابنا بعد بابنا مات الله يرحمه كي مات الله يرحمه خلانا الدار بون حنا متفاهمين توجور متفاهمين كاش مشكل واه من بعد جيت انا تقول لي نبدلوا القش تاع الدار نقول لك انا لا نكسروا الدار ابدا المشاكل نقول لك لا نكسروا الدار شفت المعنى ولا لا ابدا المشاكل دونك الجزائر هي الدار ما نكسروش الدار صح هذا دار واحده برك واه الحكومه غير معين قش اي تربح نديروا حاجه مليحه ونبنوا بدارنا ان شاء الله ان شاء الله هذا هو هذا هو ان شاء الله مليح هذه هذا هو صح تفضل القضيه راهي في الدار صح تفضل الفيزيون تاعك كي تقول لنا بلي قايد صلاح يحكمها سي موا مده 6 اشهر برك هذا وما يترشحش من بعد وي مدة 6 شهور هذه النظرة تاعي برك يعني كفوطن ما تتخوفش ما تتخوفش باللي قايد صالح إلفا روبرودوير ميم سيستيم دورون هذه لو 6 موا
سيتادير يبغي يقعد فيه في الكرسي ولا كيف؟ شوف هما الضمانات باغ اكزومبل عطينا ضمانات اللي يقدر هو يمدهم لنا. ما يعطيكش ضمانات هو. شوف هو نشوف على لا لا بالنسبه لقايد صالح بالنسبه لقايد صالح شوف داشو ضمانات ولا لا؟ لو كان قايد صالح عنده 50 سنه جامي دلا في نهضر لكم على هذه الفكره هذه. باسكو على بالي بلي واحد كيذوق العسل تاع الكرسي صعيب الحال وشفنا واصرا مع سيسي في مصر. بصح قايد صلاح عنده 82 سنه انا ما خافش من والو. انا راني باغي بلي قايد صلاح يدخل في التاريخ تاع البلاد كيما دار الجيش في البرتغال في 74. على بالكم بلي في البرتغال في 74 الجيش هو اللي نظم الديمقراطيه في البرتغال وما بقى قالوا هيا دونك حنا نخرجوا ندخلوا في كازينا وانتوما سياسيين انتوما اللي تكلفوا بالديمقراطيه تاع البرتغال. راني باغي بلي الجيش الجزائري يدير كيما دار في البرتغال. هو عنده 82 سنه ما تخافوش منه. انا بالنسبه ليا واحد اللي عنده 82 سنه ما تخافش منه انايا. انتوما تخافوا منه؟ لو كان عنده 50 تخافوا منه. يقعد يبدا يقول لكم نقعد 20 سنه كيما دار بوتفليقه. انا جو بونس واحد اللي عنده 82 سنه ما تخافوش منه. قالوا والو خلاص. يعطيكم الصحه. وبالك هو راه باغي يدخل في التاريخ ونسي جامي. ممكن راه باغي يخلي اسم تاعو في التاريخ تاع البلاد كيما العربي بن ميدي كيما كورينال عميروش ربي يرحمهم. ماناش عليه هو بون كو بيرسوناليتي. وي. انا نهضروا على الانستيتيسيون ميليتير بون كو اونتيتي. صح هو راه يمثل مؤسسه عسكريه. انت ديجا راك تقول بلي الجيش القياده تاع الجيش هي اللي كانت تحكم من 62 ضربوا. صح. ليشان صح اليوم الا هو ما عندوش دي زومبيسيون علاش من حقه يكون رئيس 6 شهور ورا البروبليم علاش وكان يكون رئيس 6 شهور لا بصح انا راني نهضر لك على لا فيزيون تاعك تا كي قلت هو يحكم 6 شهور وي باسكو انايا كي تشوف باللي قايل صالح عنده 82 سنه انا ما خافش منه لو كان رانا في 92 ونشوفوا نزار عنده 50 سنه نخاف منه وشوفوا واش دار 200,000 موتى ربي يرحمهم الله يرحمهم قتلوا 200,000 جزائريين هذو الناس بوكوا كانوا جون كانوا عندهم 50 سنه انا واحد اللي عنده 82 سنه ما خافش منه والله صراحه جي با بور دو لوي باسكو على بالي بلي جابقى له عام عامين ثلاثه اربعه خمسه ثم كشبيبه جزائريه ما شاء الله 70% الاغلبيه من الشعب الجزائري عنده قل من 30 سنه ما شاء الله ثم راكم هنا ما شاء الله ما تخافوش من واحد اللي عنده 82 سنه او كونتخيغ لازم نعاونوه باه يعدل الدستور باه ينظم انتخابات ويدخل في التاريخ تاع البلاد من باب الواسع على ماشي هما اللي يعدلوا الدستور اللي يحكموا المرحله الانتقاليه سياسيين وينو بايزون وينو شكون كاين بزاف شوف نعطيك مثال انا ترشحت على ما خلاوش الانتخابات يكملوا باسكو خافوا شوف كل عسكر كل اب كسياسيين رضوا للعسكر يا جماعه انت فاهموا مليح ولا لا لو كان ما نسمحوا لهمش يا والله مو مخرجين فهمتوني ولا لا؟ خايفين نعطيكم نظره تاعي هذو الناس من راهم خايفين؟ راهم خايفين من المحاسبه لماذا ما خلوش الفيس يحكم في 92؟ باسكو الفيس قال لهم بلي نحاسبكم لماذا قتلوا محمد بوضياف ربي يرحموه باسكو قال لهم بلي نحاسبكم يا جماعه لازم ندرسوا التاريخ تاعنا هذو الناس لازم نديروا لهم كيما مع فرنسا كتلت مليون ونص جزائري واش درنا اتفاقيات معها وما حاسبناها ما والو فرنسا شكون اللي هضر على المحاسبه شكون اللي هضر على المحاسبه قاعد نسمع الحراك لا بصح شكون اللي هضر على قياده الجيش قال بلي قياده قالوا بلي كاع يتنحاو قالوا بلي كاع يتنحاو لا هضروا على لي بوليتيك لا هضروا ما هضروا في عنابه فادي لا اسمح لي شوف شو قالوا في عنابه قالوا بلي ولاد قايد صالح طليبه طاطاتي طاطاطا لازم نحاسبهم وعد بالوعد كان ولا لا؟ فوالا اللي راه ميلي في ديزافير دو كوريبسيون خويا زيد انا كجزائري انا كمواطن راني باغي فاني نحاسبهم انا كمواطن راني باغي كان نحاسبهم بصح يا جماعه كراجل سياسي لازم واحد يدرس التاريخ تاع بلادنا ولازم يكون عنده نظره تاعو بعيده شويه يا جماعه نقولها لكم صراحه والله 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 لو كان ما نعطوهمش الضمانات بلي ما نحاسبوهمش والله ما يطلقوا الكرسي لو كان هذو الناس ماهمش خايفين لماذا ما يخلوش انتخابات نورمال راهم خايفين من المحاسبه يا جماعه راهم خايفين على هذا الشيء لازم نديروا حوار مفتوح معاهم
ونترهم ضمانات بلي ما نحاسبوهمش باه يخلوا الشعب هو اللي يخير المستقبل تاعو والشعب هو اللي يخير رئيس جديد. تفضل. شي يضمن لنا احنا بلي كي نسمعوا لهم يخرجوا ما يجيبوش ثاني ولاد خاوتهم ولاد عمهم يقعدوا ايه هما هما. قول لك لا لا. شغل توجور اسمح لي شغل توجور توجور يقعدوا هما هو يخرج يجي واحد في بلاصته ثاني تابع لي هو شغل قتلونا احنا راك فاهمني احنا ما نحوسوا لا على القايد صالح لا على ويحيى كاع يروحوا كاع خاطش كاع راهي مخدومه ثاني القايد صالح راهم دايرين له جهات واحد اخرين. كما كانوا دايرين ويحيى كانوا دايرين هنا فرنسا فين قايد صالح دايرين هذا الروس اللي ما بغاتش الناس تفهمها فهمني حنا نحوسوهم كاع تعاود كاع مزدي باي طريقه فهمني باي طريقه لا احنا اللي جايبينها لهم بطريقه سلميه بصح ما بغاوش يفهموا راكم تشوفوا بعينيكم ما بغاوش كيما فينيزويلا اكتبها شويه فينيزويلا خمس سنين يا والله ما تلقوا الكرسي خمس سنين والشعب يخرج 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 يا والله ما تعرفوا بالشعب بس كتعرفوا عليه راهم خايفين من المحاسبه في فينيزويلا وتوعنا كيف كيف بصح قال لك هما يحوسونا احنا نرشحوا رئيس رشحنا احنا رئيس على احنا رشحني انت راجل نكتب نيشان ولا لا بصح من بعد يا شاي هسرات قوالب فين يديروا لك انت فيني قوالب بس خافوا راهم خايفين يا جماعه راهم خايفين شوف دوكا بداو يديروا شويه فيها ثقه تعرفوا عليه ولا لا باسكو راهم يشوفوا بلي الدور الحمد لله في الجزائر كامله وما زلت في كلمه واحده ما زلت في كلمة واحدة يعني ما بدلش نظرة تاعي سياسية يعني ما زلت في كلمة واحدة في 48 ولاية جماعة بحول الله أنا نعطيكم نظرة تاعي لازم نديروا حوار مفتوح مع الجيش ونعطيهم ضمانات باللي ما نحاسبوا حتى واحد والربي سبحانه هو اللي يحاسبهم ونبنوا على جديد ان شاء الله ان شاء الله على بحول الله هذه النظرة تاعي كسياسي اتفضل اتفضل دونك تاكيد نقولوا احنا ما تحاسبش اسكت اسكت هادو الناس اليوم هنايا ماشي كاع عندهم لا مونتاليتي تاع نكاس هاد عندها لا مونتاليتي تاع حوار مفتوح كل واحد عنده النظره تاعو صح دوك الناس مهما كانت صفه الانسان انا نقول على النظره تاعي خاطش على هنا راني معاك بصح كاين اللي ماهوش معاك عندها نظره وحده اخرى صح ديمقراطيه 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 صح بصح كاينه حاجه تفضل دي فويت اللي صراو في الجزائر في 20 20 عام صح دي سوس تاوعنا اللي راحوا الناس اللي ماتوا في البحر الناس اللي طاحت الناس اللي يرحمهم اسمح لي ما تفهموا مليح ما تفهموا ما تفهموا وحسن شوف اسمح لي ما تفهموا مليح انا كي نقول لكم بلي ما نحاسبوهمش على حسب الدرهم اللي سرقوهم ماشي على الناس اللي قتلوهم ماشي كيف كيف انا ما نهضرش على الدم هذه صعيبه بزاف هذه مسؤوليه هذه لا ما تمشاوش في حاجه انت اسمح لي باسكو ما يطلقوش الحكمه ما يطلقوش على هذا الشيء راهم لاصقين في الكرسي ماهمش باغيين خليه يكمل له هذه النظره تفضل تفضل دونك الانسان كي تقول نتايا حنا نتبعوك زعما نقولوا ما نحاسبوش بصح كاين اطياف وخدا اخرى تحوس حاسب انت ما ماتلكش واحد ما قتلوك لا مانيش هضر لك على الدم انت الدم لا ما تدخلش في الموضوع هذا واحد هضر لي على الدراهم معليش خلينا اللي سرقوهم كاين ناس اللي ما راح له خوف في البحر علاه لا كوز علاه راح في البحر ومات كاين ناس اللي تهجرت صح صح دروك حنا الحاجه بليز امبورطون عندنا ماشي ما نحاسبوهمش نقعدوا واقفين حتى يروحوا ما يروحوش لا يروحوا خبرك على ما يروحوش هما صعبين ولا بوتفليقه صعب كان ميت بوتفليقه سهل صح ما هو ميت معليش ميت دي براسي هو صعب ولا سعيد سعيد زيرو ولا زيرو شوف شوف فينيزويلا فينيزويلا شوف فينيزويلا فينيزويلا خمس سنين رئيس واقف والله ما يطلق والو ما يطلق والو ما يطلق والو حنا الشابة شهية نتمناو حاجة تفضل نمشيو بها كيما راهي تمشي ساكن كل واحد عنده موطاليتي تاعه انا سكان زوا عندهم لا موطاليتي تاعهم عندهم تخمامهم لا عندك الحق في هذه كاين تاع جهتنا عندهم تخمامهم كاين اللي عندهم لي زانتيري بيرسونيل تاعهم عندهم تخمامهم صح حنا اللي نخمو فيها في الجاية تقعد كيما راها ما كاينش مشكل والمنجل هذا ماشي لينا حنا خاطر لازم خاطر راهم دي في دي سونتين دي مليار كيما لي زونفو ما شاء الله المستقبل دي سونتين دي مليار يعطيك الصحة 400 مليار هاي في سويسرا ايوا اللي راحت دوك اللي راحت دق شويه ريكيبيراسيون خاطر الشعب البلاد ما فيهاش دراهم هذه في لا نيغوسياسيون هذه داخله في لا نيغوسياسيون كان ولا لا 60 مليار دي دولار ما تمشيش معليش كمان 60 مليار خويا دار من هاودو من الحراس ولا غير زعقوا علينا اسمح لي عاود شوف تكسروا هو منصب بصح ولدهم الحراس ولا يزعقوا فينا والو فين 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 ما كان فين ما كان والو راهم يتمسخروا بالشعب كيما يديروا كاميرا كاشي تاع رمضان راهم يديروها كيف المهم هذه خطر خملي كنت ما نمشي نصيدوا عليك لا لا الحمد لله راني دور شوف كنت في جانات الحمد لله شوف يعطيكم الصحة والله يعطيكم الصحة المشاكل تاع تيار تاع الولاية
مشاكل باريكزوم في اي في اي دومين في اي هضروا على المشاكل اللي عندنا حنا في الولايه على الزرقاء على كل شيء بعيدا عن السياسه حلول حلول عاصمة الرسطوميين عاصمة الله يبان الله يبان نورمالمون هي كل في الكل في الجزائر صح اول عاصمة اول عاصمة ما عندناش عاصمة احنا ولاية مهمشة ولاية مهمشة في كل القطاعات في جميع القطاعات سواء رياضية في اي فضاءات في كل مجالات في كاع المجالات شباب اللي ديبلومي بزاف الله يبان اللي ديبلومي بزاف كاع قاعدين يخدموا واش كاع شوماج الغاشي فاتت 8 طون 11 عام الزوج ولا نام قال مشاكل كاين كاين شركات هنايا مكاش شركات مكاش ومام الشركات اللي هنا يوظفوا غير بال هذا مش شركات العسكر ما يحتاجهاش شحال تخدم هنايا الشاش شحال تخدم كيفاه قول معايا قول معايا خليني نهضر تفضل تفضل معليش خويا تفضل نعطيك نمرو التليفون بربي عيط لي اسمعني شنو نهضر لك اهضر دوكا اهضر دوكا اوكي على المباشر اسمع انا خدامي اعطيني فوتو خلينا نضعو خليه يهضر في هذه هو هو تبرد تبرد يا كيفاه يا خدموني يا خالد الله يحفظك خويا الله يعاونك خويا قلت معايا قلت معايا قلت معايا اهضر قلت لك اهضر اهضر اون ديريكت شنو اهضر اهضر على روحك معليش جماعه خيط خيط لا سمح الله تصور تفضل تفضل راك اون ديريكت على المباشر حاجه واحده شحال سكنا من ايش في زائد مولاي ما عندك سكنا في ديارك تاعي ماتت بالبرد مسكينه ما ماتت بالبرد عندها 7 ايام الله يرحمها مرتو لا مو مو قال لك مو مس بالبرد الله يرحمه انا في تيارت ما شاء الله المهم اني نحكي الله يرحمه ويوسع عليه ما عنديش البلديه واش قالت لك البلديه عندي قطعه على الارض زعما صرت بان بني البلديه واش قالت لك السكن السكن الريفي ولا كذا فاهمني عندي صاي ضيق لا قلت لي بلي عندك ار في وسط المدينه ولا خارج المدينه في البلديه تاع نحوس نحوس نخدم اخويا نحوس ندير على الدار نحوس الريام صلى الله عليه وسلم مع ساكن الريفي ما نعرف درت الملف قدمت الملف ولا لا؟ درت الدوسي ولا لا؟ واش قالوا لك؟ لا المكان وينه؟ لا لا عطوا لك اسمح لي حتى نموت لا 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 اسمح لي نعرف نعرف شوف نعرف المشكل تاع ساكن الريفي يعطوا لك خويا وجد الملف تاع الدوسي تاعك يعطوا لك نورمال عادي من حقك بارك الله فيك يبارك فيك خويا مازال نزيد نهضر مازال ايه هضر هضر ايه هضر راك ديريك شو جا ديريك كما تشوف فيك هضر على روحك رايك اون ديريك على المباشر راك على المباشر انا شوف انا ما نقطع والو ان شاء الله شوف انا نبغي الراجل اللي يخدم البلاد ان شاء الله ان شاء الله نبغي الجزائر هي الاولى هي ام الله يبارك كما وانا نموت على جهه الجزائر بارك الله فيك انا نموت على جهه الجزائر ونبغي الجزائر بارك الله فيك خويا عندي امي اللي توفات الله يرحمها الله يرحمها ويوسع عليها الله يرحمها ويوسع عليها تفضل نسمو نحوسوا على الراجل المناسب ارجع لك طالع ان شاء الله نحوسوا تاع عمر الشقاره تعرف ليك بارك الله فيك والنمر تاعي ماركي 0 6 4 6 6 4 6 شوف انا مسجلو بس نقول لك حاجه وتعيش ربي سبحان يعطيك الصحة بصح ما تفهمهم مليح حطيت حاجة على المباشر شوف قدم الملف تاعك البلدية ساكن الريفي وراني جاي راني راجع هنايا من بعد العيد إن شاء الله وترجع البلاصة هذه وقول لي واش قالوا لك وأنا وين نسكن؟ 70 بلدية 70 على بالي خويا على بالي سجلت كل شيء أنا على قلت لك ساكن الريفي فهمتني بصح إن شاء الله بصح قول لي واش قال لك رئيس البلدية بس كاين لجنه في كل بلديه حق في الدوله هذه عندك الحق يا شو عندك حق خويا انا مواطن جزائري يعطوني سكنه ولا يبنوا لي لا لا يعاونوك باش تبني دالات في ارض تاعك خويا الجزائر نضحي عليها وتحيه الجزائر وتحيه الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الابرار الله يرحمهم نبقيهم الله يرحمهم الله يرحمهم هذا خلوا لنا امانه انا ما فرطتش الامانه بارك الله فيك اقسم بالله العظيم اقسم بالله ما فرطت في الجزائر لو كان نموت 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 تحيه الجزائر تحيه الجزائر ويعطيك الصحه تلقاو من هاك شهر ان شاء الله خير انا نهضر معاك تفضل 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 هذا راسك انا نهضر معاك مواطن جزائري تفضل تفضل انت راه قلت لهم واحد الوقت قلت لهم انا كنت نعاون في اوروبا راه كي نعاون في المناقبات عندنا اكثر من 10000 حراك تير تي في المانيا على بالي تلاقيت معاهم في فرانكفورت يخدموا على عائلات هنايا على بالي على بالي وما عندهمش باسبور دير دير خير عاوننا دوك الحراقه بيصنعوا قواعد يعيشوا عائلات هنا على شوف راني ندير ماكسيموم قبل رمضان في اسبانيا في فرنسا في بلجيكا في المانيا باه
السلطه تاعنا يطور الباسبور باه كل جزائري ينافيغي على روحو يصنع كواحتو يخدم على روحو ويعاون عائلته هنا في الجزائر تاعنا في الامور. المشكل تاعهم مشكل تاع الباسبور ان شاء الله بحول الله كيدير الخير تلقى ندير ماكسيم ان شاء الله. بارك الله فيك يبارك فيكم يا جماعه يعطيكم الصحه. السلام عليكم. بارك الله فيكم. شكرا على الاستقبال تاعكم ومن الشهر الجاي ان شاء الله راني راجع لكم على ايات يارا ان شاء الله بحول الله ويعطيكم الصحه. معليش نديروا تصويره جميعا. معليش حمزه وراك حمزه وراك لا لا لازم التليفون الاخر بس كان في اللايف هنايا فوالا يعطيكم الصحه على استقبال حار. فوتوغراف بروفيسيونيل هذا ما شاء الله. هيا ديروا فوتو جميعيه معليش وديروها وين يا فوتوغراف بروفيسيونيل وديروها وين وين صبر حمزه صبر كاع فوتو جميعيه وديروا يا ودي راني هنا يا مستقبل البلاد كي راك بخير خير فوتوغراف بروفيسيونيل كيما بغيت انت يا راك حر راك حر الله يحفظك خويا. سلوط الكوتي اللي فيه فوالا وين تاع الشواز فوالا معليش يديروا التصويره معليش الله يحفظكم هرك اجي اشوف فوالا نور منا تشيز هذا راك والله هنا هيا وين شكون يدير التصويره شكون وين ديروها؟ ارتحت انايا؟ بسم الله شفتوا الناس تيارات لي زوم ما شاء الله لي زوم لي فام صحيتو فوالا الو ايوا بسم الله روحي منا روحي هنايا روحي فوالا لي فام كوراجوز ما شاء الله بيان سيغ فوالا الونزي ميرسي صحيتو هيا بسم الله وين نشوف لا ستيارات فورد سي ستيارات جلفه لغواك يعطيكم الصحه اليوم فوالا فوالا جينا نصوموا ونفطروا مع لا ستيارات اليوم ما بغاوش عندك سي فوت تفوت دوك دير الفوتو اجا شوف فوالا فوالا واحد دوج واحد صح وين تنكز وين هيا اروح صحيتو يا جماعه ديروا فوتو جماعيه يا جماعه واو فوتو جماعيه صحيتو هيا نضبط صوره هنا معليش هكا ديروا صوره يا شباب من ناس تيارت الله يحفظكم ويعطيكم الصحه راني هنا راني هنا صحيتو وين ديروها؟ لا لا تعرف على جويه لا من بعد ان شاء الله من بعد ان شاء الله شوف حنايا ما تقلقوا ما والو حنا هذا الوقت 20 سنه ان شاء الله هذا الوقت هيا بسم الله شوف هذو الناس تيارة شوفوا ما شاء الله لي زوم رشيد مرحبا بك سي رشيد الله يحفظك خويا يعطيكم الصحة والله الحمد لله الله يهديكم يبارك فيك يعطيكم الصحة أنا معاك بارك الله فيكم هيا ديروا تاع تسكالي معليش أنايا أنا عندي راشد هنا هكا قاعد بانو قاعد بانو هيا نقعدوا هنا شوف اسرع شربت من عين جنان ولا ما شربت دوك نشربوا دوز فيت دوز فيت ترجع بريزيد ان شاء الله ان شاء الله معاكم وبكم ان شاء الله هيا وين الثوره وين يا جماعه روحوا لي انا روحوا قال لي انا يا جماعه يا ولاد تيار روحوا لي انا قاعد بانو هيا قاعد بانو اطلعوا الفوق اطلعوا الفوق يا جماعة واحد برك يصور باكا كاع نكونوا في رحبة. يا عيشية يا سيرة يشرب حيزة. فوالا ناس تيارات يعطيهم الصحة. بارك الله فيكم. يا رشيد. 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 هيا بسم الله شربوا الماء سعيد الجنة هنا يا في التارد هيا بسم الله شوف منا خال خال هيا شوف بسم الله هيا بسم الله خلي عمك برا انت بركة بسم الله روح او كرح
على البركه اليوم. بارك الله فيكم ويعطيكم الصحه. تحيه الناس ديالك وتحيه الجزائر. والصحة صحوركم ونتلقاو شحال الجاي ان شاء الله ونديروا في هذه حوار مفتوح ونهضروا على الحلول للجزائر والشعب الجزائري ان شاء الله وما ننساوش الحركه تاع تيرن اللي راهم في اوروبا. هيا السلام عليكم والصحة والصحة الخير ان شاء الله. صحيتو الله يحفظكم. انا سهركم عجبني ما كان لا كاشير ولا هنايا. يعطيكم الصحة وتهلا في روحكم. هيا راني هنا راني هنا. للزوم ناس تيارت للزوم. صحيتو الله يحفظكم ان شاء الله. رشيد صحيتو هيا شكرا لكم يعطيكم الصحة وتحية الجزائر للزوم ديال الزوم. هيا دينا فوتو دينا فوتو بلدا فوالا محمد يا قارج محمد والله استقبال حار ناس تيارت والله يعطيكم الصحة روح يصحى ان شاء الله قادر يخرجوه ان شاء الله تصور في ربع ان شاء الله راه قابض انت يا الله فرحكم يا شباب. هيا شوف الله يحفظكم بارك الله فيكم يعطيكم الصحة وتهلا في روحكم ولا تحية الناس تيارت بارك الله فيكم الله يحفظكم ان شاء الله. صافي بليجي كي رانا اليوم في تيارت استقبال ما شاء الله ما كان لا كاشير لا والو لي زوم ناس تيار الحمد لله والله يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم وتحيه ناس تيارات.